بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بالشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. نعم، نرحب بمشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج. وفي بداية هذه الحلقة أود أن أنوه وأنبه السادة المشاهدين الذين يودون الاتصال علينا على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة بأن الاتصال يجب أن يكون مختصرا وسريعا جدا، ويجب أنه المشاهد يستمع لنا عن طريق التلفون وليس عن طريق التلفزيون لكسب الزمن، ويعني الاستفادة من فارق الزمن الذي اتصل من خلاله الأسئلة أو تكون عملية اتصال بين وبين مشاهدينا الأعزاء. أنا برحب بك من جديد شيخ محمد أحمد حسن. جزاك الله خير. وأرحب بكل مشاهدينا من جديد. نحن يمكن يكون الحديث يتواصل عن هذا الشهر الكريم وعن فضله وعن يعني أفضال كثيرة جدا يعني يكسب الإنسان في هذا الشهر الفضيل. نحن نتعلم في كل يوم درس جديد من دروس الإسلام. نعم. والتي يعني فيها الخير كثير جدا لهذه الأمة. أيوة. تحدث القرآن الكريم شيخنا عن الحور العين. أيوة. صحيح. والحور العين يعني تفاسير كثيرة جدا عن الحور العين. أيوة. أيوة. دارين نعرف نحن مصير يعني بنات حواء. أيوة. في الآخرة، وما هي حقيقة الحور العين؟ نعم. نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحور العين دي النسوان ربنا خلقهم في الجنة زوجات للمؤمنين. نعم. قال تعالى وكذلك وزوجناهم بحور عين، وجوصفهم في القرآن قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وفي سورة الرحمن قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. يعني في الفرش المرتبة السمح دي في زوجات قاصرات الطرف، يعني قصر الطرف على زوجها، ما بترى في الجنة أسمح ولا أجمل ولا أحب إليها من زوجها. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، يعني الزوجات ديل من الحور العين ما اتزوجن بني آدم ولا مساهن جن، فتواد جداد لن ربنا خلقهم في الجنة زوجات للمؤمنين. قال تعالى وكذلك وزوجناهم بحور عين. نجي لبنات حواء. بنات حواء ديل اللي آمنن عملنا الصالحات، وحدنا الله، عبدنا الله، أخلص عبادة الله، تاب توبة نصوح من الذنوب، الذنوب اللي وقعت في أخواتنا النساء، الغيبة والنميمة وقطعة الرحم، تاب من ديل وأدن فرائض يدخلن الجنة ويبقن أجمل من جمال الحور العين. ولذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. قلت وبما ذاك يا رسول الله؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. ده كل لبنات حواء. يبقى بتحوى دي تدخل الجنة وتبقى أجمل من جمال الحور العين. وبعدين كين زول كم يزوج في الدنيا، دخل الجنة وزوجته دخلت الجنة، ربنا تاني يجمع بينه وبين زوجته في الجنة سوا. ويبقى الزوج بني الرجل من بني آدم المؤمن من بني آدم لما يدخل الجنة يكون عنده عدد من زوجات الحور العين وعدد من بنات حواء، عنده عدد من ديل وعدد من ديل. وبعدك ما هناك ما في غيرة زي الدنيا الزلم الزوجي لثلاث نسوان يشاكلين كل يوم. هناك ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى زوجات الرجل من بنات حواء من الحور العين يعيش عسل ولبن مع بعض، ما في شكل بينات ولاش.
أهدي ليل البنات حواء والحور العين، يبقى بتحول تدخل الجنة تبقى أجمل من جمال الحور العين. والسبب عرفنا في الحديث إن ديك ربنا خلق في الجنة، ودي دخلت الجنة بإيمان وطاعة لله تبقى أجمل من ديك وأحب إلى الله وأحب إلى زوجة من ديك. نعم. يا دي الحور العين. نعم، نأخذ أول تلفون. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام يا مازن. الله يخليك. مرحب. أكلم الشيخ لو سمحت. نعم تفضل. أولا عندي سؤالين سعادة الشيخ. نعم. أول حاجة أنا كان يعني نظرت في موضوع إنه أصوم فيه شهر إذا حصل. كويس. فالآن يعني ما متذكر أنا كان نظرت على إنه أصوم الشهر ده متتالي ولا أيام متفرقة. أيوة. ده السؤال الأول. كويس. والسؤال الثاني إذا كان عندي يوم أنا فطرت فيه في رمضان بمرض يعني بعذر شرعي يعني. سامع. وعندي النذر بصوم الأول يا طول النذر ولا الرباح اللي يقول الأخر. كلام سامع. كويس. شكرا يا مازن. هنا طبعا أخونا نذر إنه إذا ربنا حقق لي كده أصوم شهر. لكن ما متذكر هل شهر متواصل ولا بأيام فرقان. يبقى عندك الخيار ما دام شكيته. عندك الخيار دار تصوم وتواصل ماشي، دار تصوم تفصوم يوم وتفطر يوم تصوم يومين، بس المهم العدد الشهر 30 يوم والشهر 29 يوم. لو صمت 29 يوم وفيت بنذرك، صمت 30 يوم وفيت بنذرك، صمتين وراء بعض كده 30 يوم ماشي، وصمت مفرقات في الاسبوع تصوم يومين ثلاثه لغايه ما الجمله تكون 30 برضه ماشي، لانه ما متذكر هو حدد يا ترى. نعم. طيب الزول لو ما صام النذر عليه كفاره؟ طبعا هنا ده إذا ما صام وجب النذر ده ما فرض، هو أوجب عليه نفسه، يبقى فرض عليه لازم يصوم. لكن فرضنا زول بالغ يعني مثلا زي أخونا ده قال مثلا واحد قال إنه يا ربي لو حققت لي كده أصوم لي 6 شهور وراء بعضي، بعدك ربنا حقق لي ويقعد يجرس أخونا 6 شهور كنت أراد علي وأنا ما بقدر وما أعرف شنو، قام يجرس نقول له خلاص قلت الروب قال الروب خلاص في الحالة دي تطعم لك 10 مساكين بدل الصيام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لا يطيقه معناته يقدر يصوم لكن بمشقة شديدة جدا، يبقى ينتقل لكفارة اليمين. هسه أخونا ده لو قال الروب ممكن ينتقل لكفارة اليمين لكن ما قال الروب. ما قال. طيب هو قال عنده سؤال قال الفطر بعذر يوم واحد هل يصوم أولا النذر ولا يصوم القضاء؟ الاثنين فرض، قضاء من رمضان فرض وصيام النذر فرض، ولكن قضاء رمضان يوم واحد يصوم القضاء بعد ذلك يصوم النذر. نعم. معانا تلفون ثاني. مرحب يا مرحب. ألو. مرحب. يا مبارك مرحب. يا مرحبا الله يخليك. مرحبا. الله يبارك. شيخنا ازيك؟ الله يبارك فيك. كيف عامل الله يخليك؟ الحمد لله. تفضل. طيب انا مثلا انه ممكن اجاني بعد السحور الصباح. اي. نعم. برجعوا حاجه في حلهم بترجعوا بطلع. ده اسمه الحرقان او نقول عليه المر. اي ده طبعا المعده زي ما تقول تطلع حاجات الحموضه وترجعها. الحكايه دي طبعا من الحلو اللي تحي. اي كويس نرد عليه. عندك سؤال ثاني؟ شكرا لك الله يسلمك. طبعا دائما الزول لما ياكل ويرقد او ياكل اكل في غير مواعيده تقوم المعده تطلع شيء من الاكل يجي في الحلق ويروح راجع. واحدين يسموه الحرقان، واحدين يسموه المر. اي طبعا ده ما بيبطل الصيام طالما انه ما وصل الخشم، حتى ولو وصل الخشم والزول خاج وتفنه ما عليه شيء، مصمص خشمه عشان الحموضة جات في الخشم دي تضيع ما في عليه شيء. لكن هو غالبا ما بيوصل الخشم من الحنج القصبة دي ويروح راية من القصبة يروح راية ما بيعمل حاجة. هاي صيام صحيح إن شاء الله. طيب برضو في سؤال عن التيمم. التيمم الصحيح أغلب الناس يعني مرات ما بيتيمموا تيمم صحيح. يا ريت لو شرحت لنا مسألة التيمم الصحيح ومتين هزات التيمم ده يجزي. أيوة. عن رفع الحدث الأكبر. التيمم طهارة ترابية بديلة عن الماء وعندها سببين، السبب الأول عدم الماء، السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء. وقال يكون السبب الأول عدم الماء، زول يكون في منطقة على بعد 2 كيلومتر
ما في موية، يبقى ده نقول له انت فاقد الماء تتيمم، لكن الموي اقل من 2 كيلومتر يقدر يمشي له، هو امن على نفسه وعلى ماله ويجيبه يمشي. ده السبب الاول. السبب الثاني عدم القدره على استعمال الماء. زول انتو في عندي وقع في حادث حركه، مجرح بيجاي، جرح بيجاي، مجرح كثير، مربط اللي جبس بيجاي، مربط اللي بيجاي، دكتور مانع من الحمام. ويبقى دي في الحاله دي حصلت لي جنابه يتيمم. الجنابة التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر الجنابة، الأصغر اللي هو الوضوء. يبقى يتيمم لغاية الدكتور ما يدي الإذن يستحم. أما إذا كان عضو يعني في إيده مثلا في كسر مجبسين عليه، يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على العضو الجريح، وإذا مجبس يمسح فوق الجبس، وإذا في شاش يمسح فوق الشاش. ده التيمم. فرضنا زول عملوا له مشى مستشفى العيون، عملوا له شالوا له مويه زرقاء، والدكتور حذر قال له 15 يوم وشك ده ما تغسله. هنا العلماء قالوا الوش هو سيد الاعضاء، تابع للاعضاء كلها تابعه للوش. الزول ده يتيمم لغايه الدكتور ما يدي الاذن بغسيل الوش. اي وحنيجي نجاوب على السؤال. نيجي نشرح. ناخذ عبد الرحيم من شندي ونرجع ثاني. الو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حضرتك الشيخ ان شاء الله؟ مرحبا تفضل. انا من اسره متكونه من 6 بنات و3 اولاد. ما شاء الله. نعم. وتوفى والدنا يمكن حكت 10 سنوات. نعم. اي. وبعدين الاسره الحمد لله الورثه موجوده وتحت اداره مثل الاولاد. نعم. وعندنا اخونا توفى قبل 2 سنين ونص كده. كويس. والورثات الحمد لله موجوده، وفي فينا نحن بين نحن الاثنين الاخوان. ايوه. والله الحمد لله يعني امور ماشيه كويس، اخواتنا بنقسم يعني الحاجه اللي بتطلع من الورثه بنقسم عليهم ومتراجعات عننا، ونحن مالنا يعني حاولنا نقسم الورثه دي، لكن في رفضات انه تتقسم. ايوه. قالوا خلوه على وضعها القديم. ايوه. دارين نعرف الشيخ احنا بنصرف يعني من المصاريف في الورثه هنا. ايوه. ويعني ما محددين حاجه يعني، لكن الحاجة اللي بتطلع دي بنسجلها يعني برامج بيناتكم. بتقسموها بيناتكم؟ نعم. اي نعم. لا خلاص. بتقسموها بطريق الورثة ولا بطريق كذا كذا ساكت بالتساوي؟ والله بتقسم يعني اخوي الاكبر انا اخوي الاكبر بيقسم يعني الحاجة اللي بتطلع يعني الولد بياخذ كومين والبيت كوم ولا بالتساوي قاعد توزعوها؟ والله بنقسم حاجة كذا وبنسجلها يعني النصيب اللي بياخذ ده بيسجل. اي لا خلاص. السؤال الثاني شيخ. والدتكم حي؟ موجوده. نعم حيه. لا خلاص كويس. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ. تفضل. يعني انا بكون يعني واحد في الدوره بعد ما اطلع من الدوره. اي. وبكون متاكد انه يعني ما في حاجه طالعه، لكن بعد في الصلاه مثلا بشعر بانه مرات يعني بشعر بنقطه بولتين ولا حاجه. يعني بكون متاكد انه قياسي تام يعني بعد ما يمتك تمام. بلا شرح الحته دي ان شاء الله. سؤال ثالث يا شيخ معلش. نعم تفضل. عندنا زوجتي طلعت لها كفاره وطلعناها لزول، وزول يعني بعد ما طلعتها عرفت ان زول ده ما بيصلي. ما بيصلي. الكفاره دي حقتنا ما قاعد تصوم. لا كان عندها اي نعم عندها كان عذر كده وقامت. جاء رمضان هس عليها وقلت عندها كفاره يعني طلعت لها كفاره، لكن كفاره 30 يوم هي ما صامت يعني؟ لا لا عندها ايام معينه. ايام واحده. طيب نعم. الايام دي ما تقضيها تطلع لها الكفاره، هي نصيحه ولا عياني؟ لا هي يعني الفتره اللي فاتت دي كان عندها ظرف انه ما تقدر تصام التحدي رمضان أنا يعني عليها. لا ما هي سؤالي عشان احنا الكفاره دي ما بتجزي للزول اللي بيقدر يصوم، هي أيوة. بتقدر تصوم تقضي ولا ما بتقدر؟ نعم. تقدر تقضي حتى حاليا؟ لا حتى في المستقبل تقدر تقضي؟ نعم. يعني ما عندها مرض مزمن؟ لا لا ما عندها. خلاص هي تقضي الكفاره دي. ما ليش يا اخي الكفاره دي للزول البعيد عنك، عنده سكر من نوع الثقيل والدكتور مانع من الصيام، عنده كلى والدكتور مانع من الصيام. زول كبير وصل 80 90 سنه الصيام بيتعبه. ديل يفطر وطلع لهم الكفاره اللي هي الفديه، لكن زوجتك دي اذا نصيحه وفطرت بعذر تي تقضي. نعم. هاي تقضي بعد رمضان يعني؟ هاي تقضي بعد رمضان ما بيزغل بقى 20 سنه.
واحدة تذكرت قالت أنا 20 سنة عندي 5 يوم ما صمتين، نقول تقضيهن هالساعة. كتر خير الله. طيب يبارك. طيب نشوف باقي الأسئلة. هو ذاته سؤال، هو ذاته في حالتين إنه هو زول عليه كفارة وأدى لزول ما بصلي مثلا. طبعا ما دام مسلم بس ننصحه هو الأولى ندال زول بيصلي، لكن زول ده برضه طبعا زول منطق بالشهادتين ننصحه نقول له يا أخي تصلي وكذا ننصحه نديه. طيب بالنسبة للشغل بتاع الورث بتاعتهم دي، هاي شغل الورث بتاعهم ده قال أبوهم مات وترك ورثة لكن ما وزعوها، لكن بيقسموا العائد اللي بيطلع بيقسموا بيناتهم الأخوان والأخوات واللهم حية. لكن النصيحة إنه ما دام الأب هو صاحب المال ومات، نحن طوالي بعد وفاة الوالد نجي نمسك ورقة وقلم ونقوم نشوف نحصل التركة ونقوم نقسمها نحن حيين في الورقة، وكل زول نسلم صورة. يعني مثلا أنت فلان الفلان الأخو عندك مقدار كده من البيت، مترين 3 أمتار، الوالدة عندها كده، المبلغ الموجود عنده كده، نوزعه ويكون موجود في الورقة موجود وخلاص. بعد كده إن بقينا قلنا ما دام أمنا حي البيت ده ما بنبيعه ومنا ساكن فيه وفيه أخوان قصر، أن إحنا كلنا متنازلين أخواننا دي لغاية ما يكبر وبعدين نجي نبيع البيت، ما في مانع، لكن على شرط نحن نوزع الورثة بالورق، وأما التطبيق الفعلي لغاية ما أمنا إن شاء الله بحسن الخاتمة إذا كانت ساكنة في البيت. طيب لكن لازم نأسس الكلام ده ليه؟ لأنه طالت المدة، واحد من الولاد مات، واحد من كده كل زول يعرف حقه. أنا ولادي يعرفوا حقي بعد ما أنا أموت، يعرفوا حقي من تركة أبوي ده شنو قبل زول ما يموت يعني. أي وزع. نعم قال برضو عنده نزول بول كده بعد ما يتجمع. أيوة كويس. نقول له أخونا طبعا الزول لما يدخل الحمام وبعد بالبول ما ينقطع زي الحلبة تحتك دي، ما تستعجل تستنجى، خليك قاعدة كده زي دقيقة كده واستجمر وبعدينك استنجى وقوم أمرك من الحمام، خليك لفة كده بتاعت كم متر 3 أمتار، تعال داخل تاني أقعد استجمر واستنجى. عملت الحكاية دي إن شاء الله مرة أو المرة الثانية تاني ما بتحز بيدي، حسيتها أعمل إن 3 مرات، أقعد بعد البول ما ينقطع انتظر شوي استجمر واستنجى وامرق، خذ لك لفة وتعال تاني استجمر واستنجى وامرق، خذ لك لفة. ما حسيت حسيت بشي تعال شوفه. مرات يكون وسوسة، مرات تتخيل لي إنه في شي مرق، تعال اتأكد. اللي لقيته وسوسة خلاص تاني تستجمر مرتين، تستنجى مرتين بس، لقيته في شي عاملين 3 مرات إن شاء الله. بعد 3 مرات دي ما بيكون في شيء إن شاء الله. نعم. معانا من السعودية محمد أحمد، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي موضوع أبغى أقول لك. لو عندي زوجتي طبعا متزوجة أنا 21 سنة، ما شاء الله، وعندي أطفال منا ويعني بتشوف فيني زوجتي كثير، انا الحمد لله راجل مطلق حاج حاجي يعني 10 حاجات الحمد لله ما شاء الله ومصلي وما عندي انا اي مشكله، بس بتشوف فيني كثير. اي بيت تشوف انك عندك علاقه مع واحده ثانيه يعني مش كده؟ ايوه. وفي الفتره الاخيره دي انا ضايقت يعني انها شديد، لما بتكلمني يعني عادل بتقول لي كده وبعد ترسل لي رسائل كويس ما عارف سامح اتصرف كيف في الحالة هذه. كويس. عندك سؤال ثاني؟ لا خلاص كويس. شكرا. اي اللي قال ان زوجته يشوف فيه زول مستقيم وحجه كذا مره، نقول للزوجة دي يا اخي الكلام ده عيب وغلط منك، زول مستقيم وحجه كذا مره تشكي فيه وما قدرت تثبت عليه ان زول ده عنده علاقه، ولزوم شنو الشكك ده؟ والحكايه عندك ولادات منه، حكايه ذاته ولادك بتاثر بالحركه اللي بتعمليها دي. نرجو انك تتوبي توبة نصوحة إلى الله تعالى وتحسن الظن بزوجك وتحافظ على ولاداتك وعلاقتك مع زوجك، ما تكتر الحركات دي. الحركات دي يعني برضو ممكن يوم من الأيام زوجك دي يسهج من حركاتك الكثيرة دي، ما في داعي للظنون. ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وخاصة العلاقة بين الزوج وزوجته لابد تكون الثقة متوفرة. والزول ده ما عنده يعني 2-3 واعترف، ولكن هي ما زالت كده.
يبقى نقول لبتنا دي استعوذ بالله من الشيطان الرجيم واطرد الهواء اطرد الهواجس اللي عندك دي واحتني بولداتك وبولداتك واحتني بهم واطرد الكلام ده ولو استمريت على الحال ده ما من صالحك ولا من صالح ولداتك اي ونسأل الله أنه التوفيق وبعدك نقول للزوجة أني عشان الشيطان اللي بيجيب لك الوساوي دي تطرديه واستعيني بالله أقرأ آية الكرسي وتحصني ومن ذكر الله إن شاء الله وطلب أنه يعمل شنو هو خلاص ضاق قال لا بس يعني نقول لي أخونا كمان طول بالك اصبر ده شيطان عنده وسوسة وسوسته انك انت مهما شافت عليك ما في شيء ما في شيء ثابت برضه الشيطان يوسوس ليها بس انت اطول بالك واصبر وعشان خاطر ولاداتك ديلة وربنا يعظم اجرك لانه الحكايه دي مرضى ما مجال عندك سواء لكن برضه نقول لي اخونا وصيه ان كل يوم بعد صلاه الصبح اقرا ايه الكرسي 3 مرات وبعد صلاه المغرب ليه عشان الشيطان اللي بيوسوس لها ده يطرد من البيت ان شاء الله طيب معنا من الخرطوم ابو بكر مرحب السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال يا اخي؟ الله يبارك فيك. رمضان كريم. الله اكرم. والله نحن بس عندنا مشكلة صغيرة كده. نعم. نحن والدنا رجل كبير. ايوه. وكان متزوج خالتنا. كويس. وبعد ذاك خالتنا تزوج اخوتها يعني اللي هي والدتنا هسه حاليا. ايوه. يعني زواج العوض زي ما بيقولوا زمان. نعم. فبعد ذاك في ما جبنا واستقرينا نحن والدنا مع خالتنا دي عنده ولد وبنت يعني شقانا من ابونا كويس هم الكبار طبعا كده اي فشاهد الاعذار انه اصلا استمرت الخطوبه دي لفتره طويله جدا يعني يمكن لحد بعد ما اخونا اتزوج بعد ذاك حصلت مشاكل كده من مرت اخونا الوالد طبعا ليه خالتكم دي؟ والدات من الاخوات وكده فالوالد المهم غضب من المسألة دي ويعني اعتبر انه والده ده ما رضاه وخلاه عشان مرته كده يعني مسألة فالمهم عنده بيت كان في منطقة قام يعني من غضبه لولده ده قام قال ياخد الزول ده عمره كان مدة ما بيشوف يعني اخوانه ولا اخواته الصغار ليه قام سجل البيت بتاعه لزوج لزوجته اللي هي خالتكم اي خالتنا ايوه لا لا مش خالتنا هي والدتنا نحن والدتكم اي انت سامع والوالد بعد ذاك توفى ايوه فبعد ذاك الاخوان طبعا عرفوا الاخوان الكبار عرفوا الحته دي ان البيت ده مسجل وفعلوا يعني ايوه كويس يمكن انقطعوا بعد ذاك خالص يعني اصلا كانوا منقطعين لكن انقطعوا نهائي ايوه اربع دارسها يعني المسألة دي شرعا بالنسبة للوالد هل هي عليهم مسؤولية أو للوالدة كويس ورغم أنه بس عندي ضعفة صغيرة أنا من نفسي قمت طلعت الجزء بتاع عندنا شقيق وشقيقة طبعا هديت شقيقتنا ذيك ضربت حقها في ميراث البيت كم وديتها يعني من نفسي كويس. عشان بترجع للرحم يعني هديتها حقها لشقيقتها من أبونا دي ولأخونا أديته جزء أيوة. لكن حتى الآن النفوس ما طيب أخونا ده بالذات كمان لحد أسا يمكن مقاطعنا نهاية نحن ساكنين في منطقة واحدة لكن مقاطعنا نهاية يعني سمع كويس إن شاء الله أسمع ردك يا شيخ كويس خلاص إن شاء الله نجاوب عليه سؤالك يبقى النصيحة طبعا المطلوب اللبو لما يكون عنده ولاد من مرة ومن مرة تاني ما يخص الناس بناس الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وأعدل بين أولادكم وهذا يعتبر ضرر في الوصية لأنه سجل البيت لأم الولاد المرة الثانية وحرم الأولاد من الأم المرة الأولانية المتوفية والنين الولد كده عاكسوا في حاجات كده وشدة الغضب قام سجل البيت للزوجة الثانية أم الأولاد الثانية وهو اللي أخونا منهم يبقى نقول إذا كان الوالدتك بتوافق على الكلام اللي ما شو أقوله ده الورق بتاع البيت ده ترجع لي أبوكم يعني أمك تتنازل تقول أنا التسجيل السجل وزوجي باسمي ده لغيته أي تلغي وتقطع الورق ده خالص ويرجع البيت لأبوكم ويقوم البيت يتغيم يا الإيجار بتاعه يا يتباع ويتوزع للولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
الأول حاجة الأم الحية تأخذ التمن لأنها هي حية وزوجها توفى، أما المرة الثانية اللي هي الخالقة الأم هندي تأخذ التمن حقها، بعدك الباقي ذاك يتقسم للولاد والبنات من المرتين، من الوالدة اللي توفت ومن الوالدة الحية، يتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد ما انت قمت وزحت ده أمك أخذت التمن حقها، وزحت الباقي وكل زول اديته حقه، بعد كده أخوانك إن شاء الله حيرجعوا يصافوكم يصالحوكم. وإذا ما رجعوا الناس الكبار العاقلين يمشي يهرجم على الولاد ديل، شوفوا أخوكم من خالدكم قام رجع البيت الكم سجل باسم أمهم، وقام رجعوا لأبوكم وقام وزع الورثة باعتبار أبوكم يتوفى وانتم موجودين، وهسع كل واحد شوف اللي داوي حقه. يبقى الحالة دي برا والده وأدى الحق كما أمر الله وأجرك عظيم عند الله. نعم إن شاء الله. معنا هاتف. ألو مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كريم. الله أكرم. أنا المرحب. عندي سؤال للشيخ. نعم تفضلي. ألو. نعم تفضلي. عندي أختي الدورة الشهرية بتاعتها لما تقوم تجيها قبل مواعيدها بتقوم يعني 5 يوم كده ما بتستمر طوال، يعني اللون بتاعها ما بيكون يعني في لون الدم يعني. أيوة. بيكون حاجة كده صفراء يعني. أيوة. يلا هي مزعجة شوية أصل هي صايمة حاليا. كويس. وبعد ذلك نعرف ان هي مثلا ممكن يعني 5 أيام قبل الدورة دي ممكن أيوة. تصوم ولا تفطر؟ سمح بعد الخمسة يوم دي تجي الدورة منتظمة بعد ذلك. ايوه بعد الخمسة يوم طوالي وتستمر كم تستمر كم يوم عادتها كم يوم؟ خمسة يوم. يبقى اذا الحاجة شافتها. عندك سؤال تاني؟ ما عندك. لا خلاص. يبقى هنا البنت اللي قالت انه اختها قبل المواعيد الدوري ب5 يوم بتطلع منها حاجات صفراء والوان وكده، لكن الدم الاحمر الحقيقي بيجي بعد تمام ال5 يوم ويستمر 5 يوم ينقطع. يبقى نقول لها ال5 يوم الاولانيه دي ما تعتبرها دم حيض، دي حاجات افرازات مبهليه استعداد لنزول الدم، لانه دم الحيض اشترط العلماء قالوا دم الحيض لابد ان يكون لونه واحد من 3، يا أسود كت يا أحمر كت يا لون يعني خليط من دم من ده. أي يبقى هالسعداء إفرازات ساكت أي ما تعتبرها، تعتبر من ما نزل دم الحيض يبقى تصوم لغاية ما هي الدورة الحقيقية الدم الحقيقي، تفطر بعد ذاك وتترك الصلاة لغاية ما تطهر تغتسل تواصل الصيام تقضي ال5 يوم الحقيقية بتاع دورتها. أما ال5 يوم الأولين تصلي فيه وتصوم فيه تكون عادي. أي. نعم نحن نشكر الشيخ وسنعود لمشاهدينا الكرام عقب الفاصل ونواصل. من جديد نرحب بمشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى وبصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. نحن حقيقة قبل انقطع حديثنا في التيمم وعن كيفيته، يا ريت لو وصلنا فيها ولمزيد من الفائدة. كويس. نعم. طيب زي ما قلنا التيمم طهارة ترابية بديلة عن الماء، وعندها سببين، السبب الأول عدم الماء، السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء. بعدين نضرب لنا مثال في بعض الناس مثلا يكون عنده جرح في أصبعه ماشي بالواطة ضربه مسمار ربط أصبعه ده خيته ليه أو لفه بشيء ويتيمم، أنت بتتيمم مالك؟ يقول ما شايف أصبعي ده ضربني حجر وكب الدم ومشيت المستشفى نظفوه خيته لي. طيب بس أصبعك بس؟ أي لا، في الحالة دي
انت تتوضى وضوء كامل، لما تيجي للاصبع ده تبل ايدك تمسح فوق الاصبع الجريح، اذا خفت المويه تاثر في الجريح جيب لك شاش قطيب الجريح وامسح فوق الشاش. ده اسمه المسح على الجبيره. اي يعني الشاشه تعتبر جبيره. ايوه ذات زول مثلا ايده بعد انك مكسوره مجبسنا عليه الحته دي فاضي يغسل الحته الفاضي دي ويبل ايده يمسح فوق الجبس وبالطريقه دي اسم المسح على الجبيرة. ما بيتيمم إلا في حالة أكثر أعضاء الوضو مجرحة حتين في الحالة دي يتعسر أنه يتيمم في الحالة دي. كذلك برضو إذا كان الوش زول عملوا العملية في عيونه والدكتور منع من استعمال الموية لغاية ما يديك اللزن يبقى هنا ده الوش هو سيد الأعضاء يبقى يتيمم لغاية ما يدي اللزن. نجي في حالة كمان تاني زول حصلت لي جنابة بالليل ودار يقوم يصلي الصبح حاضر قال يخوانا الموية باردة شديدة جدا ما بتديني رخصة يتيمم، نقول لهم نديك رخصة يتيمم، شيل الموية دي ويدفئها في المطبخ وتعال زيده من الماسورة وقفل شبابك الحمام ويستحمى ويتوضى وحصل صلاة الصبح في المسجد حاضر. قال لي قال خلاص عمل كده يبقى ده المطلوب. بعد شوي جانا راجع ما لقيت راجع قال شلت الموية مشيت ادفئها لقيت البوتاجاز خلصان جد ما عندكم فحم؟ قال ما عندنا فحم. والمي تضرك متأكد ولا خايف انها قال بتضرني قبل كده استحميت بمي ده 15 يوم انا بقول خلاص ما في يعني خايف منها خايف منها خلاص يبقى في الحالة دي عجزت عن تدفئة الماء تتيمم عشان تصلي الصبح حاضر. بعد ذاك بعد الشمس تشير قام يجيب البوتاجاز تعال دف المي واغتسل والماء عيد الصبح ده استعداد لصلاة الظهر. نعم دالي. نعم ناخذ التليفون نجي للكيفية ثاني. الو مرحب. الو مرحبا يا حاجه. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله اكرم. نزل مولانا الشيخ عندنا ثلاثة أسئلة عايزين نسأله منها. نعم تفضلي. اول سؤال عايزين نسأل عن الحجاب الخمار عن حكم وعايز اسأل لو المرأة يعني مدت يدها لجيب راجلها من غير علمه يعني شالت لها مبلغ وما كلمته تسأل يعني من الحكم بتاعه شنو حرام ولا حلال. وعايز اسأل اخر سؤال الزواج سنة ولا فرض؟ الزواج سنة ولا فرض؟ وشكرا لكم الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. ايوه السؤال الاول اللي هي قالت الخمار. الخمار طبعا الخمار اللي هي باختصار شديد جمهور العلماء قالوا المرأة المسلمة دي لما تطلع من بيتها تلبس الفستان الطويل التخين الساتر الواسع الذي يستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين. ده زي شرعي حسب رأي جمهور العلماء. رأي تاني لبعض العلماء تلبس فستان طويل تخين ساتر واسع يستر كل جسمها بما فيه الوجه والكفين. ده صح الأولاني صح والتاني صح. نجي السؤال الثاني. قالت لو أخذت مبلغ من المال من زوجها دون علمه. أيوة. إذا كان المبلغ ده مبلغ بسيط وحتصرفه على البيت على توسع للولادات أو للبيت تجيب ملايات تجيب عدة ناقصة تجيب حاجات كده ما في مانع. أما إذا كان شالت المبلغ ده عشان ترسل لأهلها ممنوع إلا بإذن الزوج. أيوة قال هنا ده زي ما ذكرنا قبل كده ان زوجة ابي سفيان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف. يبقى اذا كان المبلغ ده حصرف لولاداته في البيت توسع للولادات ما في مانع. اما اذا دارت تودي برا ممنوع. حتى لو بديها ما يكفيها وبعد ذاك بيتجاوز. لا هي طبعا هنا قال له خذي ما يكفيك. اذا عندك كفايه عاد تشيل لي شنو. نعم نعم معنا هلا من ربك مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ دار اسال من مساكية رمضان. في الجرايد كل جريده يكون خاطين يعني وقت مختلف. للامساك. وحتى في الغناء حسي اثناء البرنامج بيجيبوا الامساك الساعه 5 والفجر 5 وتلي. كويس. فيعني ما اعرف يعني ما بيتفقوا عليها يعني. سمع. نعم. كويس. طيب. شكرا جزيلا. انا كان عندها سؤال. عندها سؤال عن الزواج قالت فرض ولا سنه؟ قالت الزواج سنه ولا فرض؟ الزواج مرات يكون واجب
للزوج لو خاف الفتنة وكده لابد أن يتزوج. ده بالنسبة للرجل. طبعا الرجل بيتقدم للزواج. على الزواج يكون واجب في حالة أنه شاب قوي وخاف أن يقع في الحرام يوجب عليه يتزوج. أحيانا يعني يكون سنة. طبعا سنة دي عامة بقى. لكن يكون واجب في حالة الخوف أن يقع في المعصية. لكن هو سنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما جو ثلاثة شباب من الصحابة سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام وقام واحد فيهم قال أنا أصلي ما بيتزوج، الثاني قال أصلي بصلي بالليل ما بنوم، الثاني قال بصوم بالنهار ما بفطر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى الزواج سنة. نرجع لسؤال بيتنا اللي هي المساكية. أي المساكية الآن في اختلاف عن المساكية. طبعا هنا دي المساكية دي وضعها العلماء وين سألوا الصحابة التابعين، سألوا الصحابة أنتوا بعد ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما توقفوا لك اللي تدخل في الصلاة في المسافة قدر شنو؟ قالوا مقدار قراية 50 آية. هنا العلماء المعاصرين قدروا قراية 50 آية بـ10 دقائق. يعني قالوا انت توقف الاكل قبل طول الفجر بـ10 دقائق. عشان كده تجي الامساكية وقال لك الامساك الفجر. لكن الامساكية ما شرط مغيّد، ممكن تتجاوزها بشيء بسيط لكن ما تتجاوز طول الفجر. يعني مثلا الامساكية مكتوب عليها الامساكية الساعة 5 والفجر يطلع 5:45. ممكن انت الساعة 5 وقالت الامساك 5 ممكن 5:05 تأكل، 5:10 تأكل، أي 5:13 دقيقة تأكل وربع تشرب بسرعة. لكن جاءت 5:19 دقيقة عاد بقى خلاص تجيب 25 دقيقة لو أكلت نقول لك تقضي اليوم ده بعد العيد. يبقى هنا ده العبرة بطلوع الفجر انت تقيد. لكن الامساكية دي ممكن فيها شوية دي يعني زي نظام الحركة بيقول لك ما تلصق عربيتك في العربية الورق اعمل لك 5 أمتار احتياطي. أدي كمان العشر ذاك ده احتياطي. نعم ناخذ سهير عمر من العسيلات. مرحب. ألو مرحب. طيب نحن نرجع لكيفية التيمم. أيوة. كيف الإنسان يتيمم؟ أيوة. التيمم طهارة ترابية وعلى الصعيد. والصعيد الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. يعني الأرض دي مثلا حفرناها النبير طلع تراب حمر تراب أسود تراب أيا كان ما دام أصل بلاده نتيمم عليه. كسرنا حجر من الجبل نتيمم عليه. لكن حجر ضربنا به ما يتمم عليه. البلاط ما نتيمم عليه لأنه مصنوع من الأسمنت والأسمنت محروق فيه مواد كيماوية. الطوب الأحمر ما نتيمم عليه نتيمم عليه الطوب الني. الحيطة المبنية بالجلوس نتيمم عليها المبنية بالأسمنت نتيمم عليها. والأفضل الرملة النظيفة دي أو الحجر أصل بلاده. وطريقة التيمم طريقتين. أول حاجة ذولي تعكد بسم الله الرحمن الرحيم أخذت اليدين كده في التراب بقلبه يقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت استباحة الصلاة أو نويت فرض التيمم. يرفع اليدين يضربين كده يقلبين كده يدين نفخة كده يختم في بداية الوش من منبت الشعر ويقتن مساحة الوش كلها بدون ترجيع. بعدك يمسح اليد الشمال باليد الكيس طوالي معلم ويمشي يصلي ضربة واحدة مسحناه بالوش والكفين. طريقة تانية ده طريقة صحيحة 100% مش صلي. التانية برضو خدتين اليدين إذا في الصعيد سمع نواهيطن أرفعين نضربين كده نفخهم كده خدتين في التلوزين مرة فاتت قدتين مسحت الوش كله من الأوضاع لغاية الأوضاع. تاني يجي نخدتين في الواطة تاني أرفعي نضرب من كدي نفخ نخدي دي نمشي 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 لغاية كدي نمشي كدي لغاية كده طبعا القماش ده لازم نزحه لغاية كده خلاص تصلي ضربتين ضربة للوش وضربة لليدين لغاية المرفقية. والطريقة اللي بالين ضربة واحدة مسحناها من الوش والكفين ودي صح وديك صح. نعم ناخد ياسر من السعودية. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي لو سمحت أبغى سؤال الشيخ. نعم. أن القطرة بالنهاية في رمضان أليش؟ القطرة 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 كويس بيسأل أخونا القطرة دول الدكتور قرر اللي قطرة في إضانه في عينه في أضانه. هنا القطرة دي
إذا كان الزول لما يخدها بحسابها في حلقه يسواها بالليل ما بحسابها ممكن يسويها والأحوط بالليل. لو الدكتور دائما بيقرر القطر يقول له مرتين أو ثلاثة مرات في اليوم ممكن ساعة شرب الموية يخدها، تاني بالليل ساعة 12 ساعة العشي يخدها، تاني قبل أول ما السحر يخدها يتم من ثلاثة مرات. يعني أفضل يأخذها بالليل أحسن. لكن لو يتأكد بالنهار جربها اصلا ما حس في حلقه يواصل سواء بالنهار. نعم نعم. طيب نحن شيخنا في سؤال برضو عن الاذان وفضله وهل يجوز انه ذول ياذن قبل يعني بدون وضوء؟ ايوه الاذان سنه وفضل عظيم. جاء عن معاويه بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. وهنا العلماء شرح الحديث قالوا معنا أطول الناس أعناقا، قالوا العرب دائما تعبر بالمكان المرموقة بطول العنق، هيقول لك فلان عنقه طويل، هاي عنقه طويل معناته مكانته مرموقة عند الله. يبقى المؤذنين مكانتهم يوم القيامة مرموقة عالية لأنه بينادوا الناس بكلمة التوحيد للصلاة. وكلمة الأذان مشتملة على كل أركان التوحيد، كلمات عظيمة. وفي الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. يعني الناس كان بيعرف فضل الأذان والصف الأول كان يصابوا كلهم الزحمة على الأذان اللي بيحلهم الإشكال ده شنو يضربوا القرعة بقى عليه القرعة يأذن. ده بيان لفضل الأذان. السؤال بتاع قلتوا هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم، ما بيشترط في المؤذن ان يكون متوضي اي لكن مستحب. يعني زول المؤذن جاء ولقى المواعيد جات قال لك مشيت توضيت حد اخر من الاذان ياذن بعدك مشيت توضي. نعم نعم. معنا احمد علي من ودكوكو. مرحبا يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تقبل الله منا وعليكم صالح الاعمال واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل علينا رمضان عده واجمل ومتعاقبه ونحن وياكم مرفوشه وصحه والايمان. امين امين. تفضل يا يلا بدل الشيخ بقول لك نحن طلاب علم نسمع بالعذاب والشرر المختلفه وكل حسد بما لديه فرسول. الرجاء منك ان تبين لنا صفات وسمات الفرقه الناجيه حتى نضمن السعاده في الدنيا والاخره. ايوه الفرقه الناجيه. أي ما في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال افترقت بني إسرائيل افترقت على 72 أمتي ستفترق على 73. ما هي الناجية؟ قال ما عليها أنا وأمتي أنا وأصحابي. يعني الأمة في آخر الزمان حتتفرق لأحزاب وطرق وطوائف وإلى آخره. الماشين تمام على الطريق المستقيم هم الماشين على طريقة الصحابة والتابعين. والصحابة والتابعين كانوا ماشيين بشنو؟ على كتاب الله وسنة رسوله. هاي ماشيين عليه تمام يهود حبل النجاة. الكتاب والسنة واحترام العلماء الكبار أهل الحل والعقد. كمان في بعض الناس يقول لك أنا مشي الكتاب والسنة لكن ما بيحترم العلماء، يجتهد بطريقته، يفسر القرآن بهوى نفسه، يفسر الأحاديث. لا، هنا ده الذل. وربنا تبارك وتعالى قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. النجاة كل النجاة في الكتاب والسنة واتباع العلماء الأهل الحل والعقد من الصحابة والتابعين. وربنا تبارك وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الإمام الشافعي قال لو كان في ناس أفضل من العلماء كان ربنا قرن شهادته بشهادته. يبقى نحترم العلماء ونتمسك بكتاب الله وسنة الرسول دي الفرقة الناجية. لكن ما في فرقة محددة معينة؟ لا، ما يهود محددة. أما التانين دي لكن وبعدين عندنا في الفرقة اللي هي مخرجوها العلماء عن الملة كثير، يمكن أكثر من 100 فرقة. وفي كتاب اسمه الفرق بين الفرق هذا برضو فيه يوريك الفرق الكفراء المسلمين خرجوا عن الملة. نعم. لكن نحن نمسك بكتاب الله وسنة رسوله ونسير في طريق العلماء المعتمدين اللي هم أهل الحل والعقد، علماء التفسير، علماء الفقه، علماء الحديث. نعم. معانا من كوستي كوثر قسم السيد. مرحبا يا كوثر. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله أكرم. نعم تفضلي. بسأل كنت صايمة كويس يعني ليا حكاية ساعة المقهر يوم. سامح. وتعالى العدة ما قدرت في الليل هي فاضل ثلاثة يوم. وأنت عمرك كم سنة؟ 22 متزوجة. متزوجة وأنت لكن تعبك شنو عندك مرض ولا شيء؟ بس تعالى قلت كذا بحسابات كويس و برضو الصلاة ما قاعد تهتمي بالصلاة كمان. بس إلا العشاء بصلي كل الأوقات. عاد كلام شنو تعب؟ كسل يعني ولا تعب؟ كسل واضح. والله بس تعب بس الجسم شوية بكون تعبان. مشيت الدكتور؟ مشيت الدكتور كان عندي حالة عصبوط وكذا. ما هي نصيحي. أول حاجة أنت سمعني جاوب على السؤال بالتاني ده. عندك سؤال ثاني ما عندي. عابتني دي نقدر نقول حسب كلامه وتحقيقاتنا معاها ان عندها شيء من الكسل. تعبت بسيط تقوم تتجرس وتقوم تفطر. لا ما في اي زول صايم رمضان بيعطش ويقعد يجوع، لكن اللي بيخلي الزول يفطر شنو؟ الزول جاع جوع شديد وعطش عطش شديد، لسانه ده يتفرمل وقدر ده قال الروب أنا ما بقدر أواصل. يبقى ده يرخص يفطر، لكن مجرد عطش مجرد جاعت تقوم تأخذ السبب تفطر، لا ده كلام غلط. وبعدك أكتر حاجة خلينا بتندين عندها الكسل شنو؟ قالت بتنوم بالعشاء، تصلي عشاء مع الصبح، ده كلام غلط. بتنعاد ألحق نفسك توبي واستغفري، وانت متزوجة ما إن شاء الله ومستغرر عندك وليدات، يبقى صلي حافظ على صلاتك يعني تمام في أوقاتها، يعني تجدد نشاطك وتجدد نشاطك، ما تفطري إلا بعد ما تقول الروب. تعطش عطش لسانك ده فرمل ما قدر يتحرك من العطش، خلاص حتى بعدك تفطر. نعم نعم غلط برضو بتنوم بالعشاء زي ما قلت انت. أي ما نصحنا. نعم. لا لا صلي في أوقاتها مهمة. طيب معنا نايلة محمد، مرحب. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله أكرم. والله بس على الشيخ ثلاثة أسئلة السلام. نعم. أول حاجة السؤال الأول. أنا عيان شديد يعني طوال، بس من الدكتور للمستشفى يعني طوال شغال أمسان صار إنه بيت خمطة. نعم. عياكي شنو مثلا؟ والله بس حمى ووجعت المفاصل وهناك. أيوة. يعني في النهاية اتضحت إنها حساسية من الشمس. أيوة. حتى ما مشيت الظاهرة وكذا في النهاية قالوا لي حساسية من الشمس. سمع أسع مع الصيام بتعبك شديد والله. هاي بقول يا قولك الروب. خلاص. حتى أول السنة دي. أيوة. كنت يوم واحد. قلت الروب. أول صبحت على المستشفى. لا خلاص. كويس. يعني بسأل. سمع. ده السؤال الأول. نعم. ده السؤال الأول. شو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني في اثنين محاولة شاكلاتني مع أرباتني. أيوة. والأولى ودوني ليها في بيته. أي. وأخوي وداني لها وصالحتني. سامح. لما انطلحت منها رسلت لي قالت ما لو نديتي لي تاني تلومي نفسي. لا حول ولا قوة. وقمت تاني حاولت مرتين برضو. برضو رفضت. تدفرني. سامح. خلاص. والثانية برضو كمان يوم العيد دفرتني أبد ما صالحني. سمع. خلاص. ما في أي حاجة يعني. طيب نشوف السؤال الثاني به. بس يعني هل لاحظين إني أنا حالي ما خلاص هاي ما بنجاوب على سؤالك. شوفي عندك سؤال ثاني. السؤال الثالث يعني أخوي عندنا أخوي اللي مكان برضو ما قاعد يقدر يصوم، أول ما يصوم يجي وتايجي. ما قالت شنو قالت؟ قالت أول ما يصوم بيجو تايفو. بيجو تايفو كويس. سامي. الله يبارك. شكرا جزيلا. السؤال الأول قالت شنو؟ هي قالت طوالي مريضة. أي طوالي مريضة وقالت قلنا لها جربت وصمت، قالت جربت وصمت وعطشت عطشة شديدة جدا وتعبت تعب شديد لغاية ما قالت الروب. يبقى نقول لأختنا دي خلاص أنت أصبحت من أصباح الأعذار المزمنة. ما دام كده يبقى طلع الفدية. واليوم الصيام الفطر تيهده. وإذا للمستقبل ربنا شفاك وبقيت تمام. السنة جاء يصوم لكن أستطلع الفيديا وكذا. ده بالنسبة لي السؤال الأول. الثاني قالت في واحدة محارباها ومشت لها كم مرة. أي يبقى دي شوف محارباها ومشت لها وصالحتها. أول ما طلعت منها رسلت لها قالت لها وعيك تجيني تاني. نعم. هاي شوف دي عاد الكلام اللعوي. هي عليها حاجة؟ هي ما عندك ذنب خالص، انت مشيتي مرتين ومشيتي ثلاثة وصالحتيها وصالحتك ونقضت المصالح. أسا خليها بس بعدين شنو لو حصل لها حاجة كبيرة امشي مع الناس،
الحي الكبير أمها ماتت، بنتها ماتت، أمشي من ضمن الناس عزية. حصل لها عرست لبنتها لولدها من ضمن الناس أمشي بارك. زول منهم مرض أمشي من ضمن الناس حمد السلام. لكن التاني ديك ما عندك زني. لكن هي عاد بقى تستعيد لنار جهنم. عند اخوها قال لما يصوم طوال ذي يعيا يعني بيجي مره انا داري انه يهدي الله. نعم ها خلاص اذا كان الزمن ضايع انا اقول لي اختنا اللي اختها جات وصالحتها وبعدك رسلت لها قالت لها ما تجيني تاني وجات ثلاث مرات اعتذرت لها ورفضت تصالحها اقول لها عادي انت الرسول الصادق المصدوق الكلام ده ما مني كلام الصادق المصدوق عن محمد بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه البخاري ومسلم حتمشي وين الزول ما دخل الجنة نار جهنم ونار جهنم حرارتها قدر نار الدنيا 70 مرة والزول بيقاطع الأرحام ويرفض الصلح ده معناته متكبر بيعاند في منه بيعاند في ربه ما ربنا أمرنا بصلة الرحم تقول ما بواصل الأرحام يبقى بتعاكس في منه بتعاكس في ربه عادل بيعاكس ربنا حيمشي وي هاي الكبرياء والعظم لله البينازع ربنا في الكبرياء هو يقسم والكبرياء اللي هو رد الحق ولما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن وأن عليه حسن قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطل الحق وغمط الناس بطل الحق معناته الرفض قبول الحق دي قال ربنا أمرنا بصلة الرحم يتقول لنا ما مواصل الأرحام يبقى إذا رفضت الحق يهود الكبرياء والكبرياء والعظمة لله وحده. نعم نحن بنشكرك وسنجيب إن شاء الله على ما تبقى من أسئلة في الحلقة القادمة شكرا للشيخ محمد أحمد حسن الشكر لكل الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة غدا يجمعنا لقاء جديد إن شاء الله أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.